مشروع الأرينا مشروع كان من أساسه تحدي كبير. بلشنا بالتفكير شو ممكن بمهرجانات بيروت الثقافية نعمل شيء نتحدى حالنا فيه ونتميز فيه حتى عن سن الماضية، خاصة إنه لبنان مليان مهرجانات ولازم نكون مميزين ببيروت. فبلشنا بالشاشة العملاقة اللي وصل اليوم ارتفاع على 23 متر 24 متر. عم نحكي بشاشة حتكون بإذن الله الأكبر في العالم. المشروع تطور كتير بمراحل 3 أشهر من التصاميم. كنا بشيب سي، هلأ نحن اليوم بشيب أرينا مبروم كامل. اللوكيشن منه هين، الأرض طبيعتها صعبة، بس الحمد لله تفوقنا على نفسنا ووصلنا لنتائج رائعة. مثل ما أنتم شايفين وراي المشروع اللي هو Metallic Structure Steel Structure، طبعاً بدراسات وبكودينج انترناشنال كودينج حتى نضمن السيفتي والستركتشر يكون قوي ويقدر يقاوم العوامل الطبيعية. الشاشة اليوم هي PVC أبيض، حينعمل عليها 3D projection 360 تقريباً. لما وصلنا لهالمشروع كانت الفكرة عندي إنه طيب نحن يمكن مش عم نعمل أكبر شاشة بالعالم، هل في حدا سبقنا على الموضوع؟ تواصلنا مع جينيس وورلد ريكورد، طلع بالفعل أكبر شاشة بالعالم هي بالصين، كان الريكورد بال 2015 بأوغست، وكان الريكورد 1580 متر مربع. عم نعمل الكالكوليشن لقينا حالنا متجاوزين نحن ال 2400 متر مربع، ولقينا حالنا بأشواط متجاوزينها. فهذا الشيء اعطينا حماس اضافي انه عم نقدم شيء كمان اضافي للبلد، انه نعمل انترناشونال اكسبوجر للبنان، انه لبنان بعده عم بيتحدى وبعده موجود على الخريطه العالميه. فهذا المشروع هديه للبنان وهديه لبيروت ولاهل بيروت ولكل واحد حيزوره. ان شاء الله يا رب يتمم بالنجاح. بعد في عنا ايام بلش العد العكسي، وان شاء الله حتكون النتيجه مثل ما نحن كلنا بنتمناها.